يا رب قصدتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم. فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أنت ارحم البلاد والعباد، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.